روسيا حركت أسلحتها وقدراتها الصاروخية لإيقاف تقدم المعارضة السورية باتجاه دمشق، وهذا الأمر تطور بعد انتهاء زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاءت وكالة رويترز وكذلك ديفانس بلوغ لتوضح بشكل واضح بأن روسيا وعدت سوريا بأنها سترسل شحنات مكثفة من أسلحتها وقدراتها الصاروخية خلال 72 ساعة فقط بسبب تدهور الوضع الميداني بالنسبة للنظام السوري. وإذا ما أخذنا صورة عامة لخارطة السيطرة لجميع الأطراف في سوريا قبل بدء هذه الاشتباكات الأربعاء الماضي، فإن المنطقة الحمراء هي تمثل في حقيقة الأمر منطقة سيطرة النظام السوري والفصائل المسلحة المقربة من إيران، وطبعا النظام السوري مدعوم من روسيا كما هو معروف، وهو يسيطر على 55% من كامل سوريا. أما باللون الأصفر فهي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتسيطر على 25% تقريبا من سوريا. أما بالنسبة للمعارضة السورية فهي تمسك بزمام الأمور في كل هذه المناطق التي نراها أمامنا، وهي تسيطر على 20% تقريبا من سوريا. لكن هذه المعارضة منقسمة إلى قسمين على المستوى العسكري، إلى غرفتين من العمليات العسكرية، والغرفة الأولى من غرف العمليات العسكرية هي غرفة الفتح المبين المتمثلة بهيئة تحرير الشام المعروفة بجبهة النصرة سابقا، والتي يطلقون عليها أيضا إدارة العمليات العسكرية. وتركيز هذه الغرفة تحديدا وهذا الطرف هو لمواجهة النظام السوري ومحاولة إسقاطه، وهي غير مدعومة من قبل تركيا ولا تنفذ أساسا الأجندات التركية، وتختلف مع تركيا في العديد من الأمور التي تجري في الداخل السوري. أما الطرف الآخر وغرفة العمليات الأخرى هي فجر الحرية المتمثلة بفصائل المعارضة السورية المدعومة من قبل الجانب التركي، وهي لا تواجه النظام السوري فحسب، وإنما أيضا قوات سوريا الديمقراطية، وتنفذ طبعا الأجندات المطلوبة من قبل الجانب التركي فيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية. كذلك هنالك قوات خاصة أوكرانية تقاتل منذ سنين طوال ضد النظام السوري وكذلك ضد التواجد الروسي في سوريا، وهذه بعض اللقطات التي سبق وأن نشرتها الأوساط الأوكرانية توضح لك كيف أن القوات الأوكرانية تنفذ العديد من العمليات في الداخل في إدلب في حلب باتجاه مطار كويرس، كل هذه المناطق التي الآن جرى فيها تقدم كبير وكبير للغاية. بالنسبة لهذه الأطراف المعارضة طبعا قامت وحققت وبدأت بالتقدم بهذا الشكل، هي تقدمت إلى الجنوب من إدلب وتقدمت كذلك باتجاه حلب وجنوب شرق حلب وكذلك إلى شرق حلب بشكل عام. بالنسبة للنظام السوري وكيف عمله، هو أنه حرك الفرقة 25 وهي فرقة النخبة في الجيش العربي السوري، بالإضافة أيضا إلى الفرقة الرابعة التي اتجهت مباشرة لمواجهة أطراف المعارضة، وكذلك أيضا لواء الباقر هو الذي جاء منذ الأيام والساعات الأولى لهذه المواجهات من أجل محاولة إنقاذ حلب، إنقاذ المدن التي تهاجمها المعارضة. لكن المشكلة هذه المدن تساقطت واحدة تلو الأخرى، بالتالي الإمدادات العسكرية لم تصل في الوقت المناسب. وبالنسبة للمعارضة حققت الكثير من التقدم، ولاحظ كيف أن هذا التقدم أصبح كبيرا بالنسبة لهذه الخارطة المحدثة من اللايف فيو ماب، تلاحظ هنا قبل ولاحظ بعد كيف تغيرت الأمور، وكيف أن المعارضة السورية حققت كل هذا التقدم الذي نراه مع دخول أيضا لقوات سوريا الديمقراطية باللون الأصفر كما نلاحظ. لا بل إن هذه المعارضة سيطرت على 4 مطارات من خلال هذا التقدم، مثل على سبيل المثال مطار حلب والذي يعتبر الجزء الجنوبي منه هو مطار النيرب العسكري، فيه تواجد كان للفصائل المسلحة المقربة من إيران الحرس الثوري وغيرهم، وكذلك مطار أبو الظهور وكذلك مطار مناخ، والأهم هو مطار كويرس، هذا المطار الذي تمكنت فعلا فصائل المعارضة من السيطرة عليه، وهو من المطارات المهمة للغاية. إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي هذا هو نفس المطار والقاعدة العسكرية، سترى بأن هنالك العديد من الطائرات الحربية الخاصة بالجيش العربي السوري، وستلاحظ أيضا بأن هنالك أيضا العديد من المروحيات، لا بل أن هنالك مستودعات تتواجد فيها العديد من الأسلحة والقدرات المهمة من ضمنها
قدرات وطائرات مسيرة إيرانية، صدق أو لا تصدق. وكانت هنالك لقطات مصورة أساسا انتشرت اليوم من داخل مطار كويرس، وكيف أنهم قاموا بضبط إحدى الطائرات المسيرة تأتي بجانبها إحدى الطائرات الحربية الخاصة بالجيش العربي السوري. تلاحظ من خلال هذه الصور الجزء الخلفي لهذه الطائرة المسيرة، جسد هذه الطائرة بشكل عام يوضح لك بأننا أمام طائرة أبابيل ثلاثة، الطائرة المسيرة الإيرانية التي الآن أصبحت بحوزة المعارضة السورية، وممكن لهم أن يقوموا باستخدامها. ليس هذا فحسب، بل أنهم اغتنموا الكثير وتحصلوا على الكثير من الغنائم من هذه الأسلحة للجيش السوري، مثل الراجمات الصاروخية، المنظومات أيضا الدفاعية على سبيل المثال البانثر أسوان وغيرها من المنظومات، كذلك العديد من المدرعات والدبابات الخاصة بالجيش السوري كما نلاحظ. وكل طرف يحقق ما هو مطلوب منه. أتحدث هنا عن المعارضة تحديدا والتقدم، إن كانت من هيئة تحرير الشام أو الأطراف المدعومة من تركيا، أطراف المعارضة السورية، فهم على سبيل المثال كما تلاحظ هنا هم سيطروا على حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا بعد العاصمة السورية دمشق، تقدموا على مسافة 50 كيلومترا تقريبا، وأيضا تلاحظ بأنهم بدأوا يحاصروا قوات النظام السوري باللون الأحمر، وأصبحت هي ما بين المعارضة السورية وكذلك قوات سوريا الديمقراطية. لكن لاحظ باللون الأخضر الفاتح هي الأطراف المعارضة السورية المدعومة من قبل الجانب التركي، وهنا تقريبا هيئة تحرير الشام باللون الأخضر الغامق، وهنا جاءت الاشتباكات وفتحت جبهة جديدة تنفذ من خلالها تركيا ما تريده طبعا في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية. وكان هنالك تقدما من الباب كما نلاحظ لتسيطر على كل هذه المناطق وتصل إلى الطريق M4 الذي قطع الإمدادات تماما على قوات سوريا الديمقراطية. لا بل إن هذه القوات اليوم اتخذت القرار للإطباق على قوات سوريا الديمقراطية. لاحظ، نحن لا نتحدث هنا عن النظام السوري أو الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وإنما هنالك عمل أيضا ضد قوات سوريا الديمقراطية، وتقدموا باتجاه تل رفعت. ولاحظ كيف تدرجت الأمور صباح هذا اليوم باتجاه تل رفعت، كان الوضع بهذه الطريقة، الهجوم من عدة محاور من قبل هذه الفصائل المعارضة، ولاحظ كيف أن التقدم تطور بهذا الشكل، ثم تمت السيطرة على تل رفعت، ثم ظهرت هذه الأطراف المعارضة والمعارضة السورية وهي تسيطر طبعا على مدخل المدينة، وسيطروا عليها بالكامل في نهاية المطاف. لكن روسيا المشكلة بالنسبة لها هو التحرك الذي يأتي إلى الجنوب بعد أن قامت هيئة تحرير الشام بالسيطرة على معرة النعمان وخان شيخون. جاءت هذه المعارضة السورية لتصل فجأة إلى حماة ليلة يوم أمس، دعونا نتجه إلى حماة. جاءت هذه المعارضة تأتي مباشرة إلى حماة وتسيطر عليها بالكامل، وانسحب الجيش السوري بالكامل، ولم تكن هنالك مواجهات في هذه المنطقة، ولكن سرعان ما جاءت المعارضة وانسحبت من هذه المنطقة. عاد الجيش العربي السوري ليسيطر ويقوم بالعديد من التحشيدات في هذه المنطقة استعدادا لمعركة كبيرة، لكن الأطراف المعارضة وهيئة تحرير الشام تحديدا تحركت باتجاه السقيلبية التي ترونها هنا، وهنا دق ناقوس الانذار بالنسبة للجانب الروسي. فالمسألة ليست متعلقة فقط في النظام السوري، لا أبدا، بل التقدم هذا يعني تقدم باتجاه قاعدة روسية كما نلاحظ هنا موجودة في السقيلبية التي نتحدث عنها، وهي لا تبعد إلا ما يقرب 40 كيلومترا فقط عن قاعدة حميميم الاستراتيجية للغاية بالنسبة للجانب الروسي. وليس هذا فحسب، وإنما الجانب الروسي أساسا قد سحب قدراته من حماة قبل أن تسيطر هذه الأطراف المعارضة على حماة وانسحبت منها. كانت روسيا قد لاحظت أن هذا التقدم قادما، ومن مطار حلب طبعا سحبت القوات الروسية وكذلك الجيش العربي السوري قدراته من مطار حماة الذي ضرب بشكل مكثف. هنالك بعض الأنباء حتى قبل ساعات من الآن تتحدث أن هنالك ضربات وأطلاق نار باتجاه هذا المطار. بالتالي هذا الأمر ليس فقط موجها ضد روسيا، وإنما أيضا هو موجه ضد حماة تحديدا للهجوم عليها من عدة اتجاهات. فإذا ما أخذنا صورة موضحة من القمر الصناعي لنفهم طبيعة هذه الطرق وكيف هي موزعة، نلاحظ أن هذه هي السقيلبية تقريبا، ولنأخذ لونا أوضح من هذا اللون، هذه هي السقيلبية التي نتحدث عنها طبعا، ووصول الأطراف المعارضة إلى كل هذه المناطق. تلاحظ أن هنالك هذا الطريق الذي هو الطريق 56 وكذلك الطريق M5 الذي يأتي باتجاه حماة، وكذلك هذا الطريق الذي هو يأتي
من اتجاه شمال شرق حماة. هنالك فعلا سيطرة على الأطراف المعارضة السورية على هذا الطريق أيضا، وقد جاء في منطقة بعيدة هنا بهذا الاتجاه تقريبا، وهي قرية يطلقون عليها قرية البطرانة تحديدا السورية، وتلاحظ هنا كيف أنهم ظهروا بهذا الشكل صباح هذا اليوم وهم مسيطرين على هذه المدينة. وطبعا هنالك عدد من اللقطات الظاهرة من اليمين والشمال هي التي ستوضح لنا طبيعة هذا الموقع. نأخذ اللون الأحمر طبعا، ونلاحظ بأننا أمام طريقين، وأمام هذا العمود الكهربائي وهذا العمود الآخر، ونلاحظ أيضا إلى اليمين أن هنالك مبنى واضحا بالنسبة لنا، هذا المبنى البعيد الواضح الذي سيكون واضحا في القمر الصناعي. وإلى الشمال من هذه المنطقة ستلاحظ هذا المبنى الأول والمبنى الثاني، وليس هنالك شيء بهذا الاتجاه مع هذا الطريق. بالتالي إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي بسرعة من نفس المقطع لحماة باتجاه هذه المنطقة، ستلاحظ أن هذا التحرك السريع كيف يمسك بهذا الطريق الذي يهدد شمال شرق حماة، وهذه هي القرية، قرية البطرانة السورية. ونقترب من هذه المنطقة تحديدا وهذه النقطة، ونتجه إلى اليمين مع الهبوط بالقمر الصناعي، وسترى بأن كل شيء متطابق مع هذه الصورة لهذا التحرك لهؤلاء المسلحين. وستلاحظ طبعا بأن هذه هي الطريقين التي تحدثنا عنها، وتلاحظ هذا هو المبنى من بعيد، هذا هو برج الكهرباء الذي تحدثنا عنه مع العمود الواضح، وكذلك هذه هي نفس المباني التي تحدثنا عنها، وليس هنالك أي مبنى بهذا الاتجاه. وهو يوضح لك بأن المعارضة تتحرك بهذا الطريق، ولاحظ هذا التحرك يأتي إلى أين؟ يأتي إلى الطريق الرئيسي بالضبط الذي ركزنا عليه قبل قليل وتحدثنا عنه، هو هذا الطريق باللون الأصفر الغامق الذي يأتي مباشرة باتجاه شمال شرق حماة. ما الذي يعنيه كل هذا يا ترى؟ هو يعني ببساطة بأن هذه الأطراف المعارضة أصبحت موجودة هنا، وأصبحت موجودة هنا، وأصبحت كذلك موجودة باتجاه هذا الطريق، وهذا يعني بأننا سنكون أمام هجوم من ثلاث اتجاهات باتجاه حماة، والانسحاب واضح بأنه كان تكتيكيا من حماة للبدء بمعركة كبيرة. بدأ أيضا الجيش العربي السوري يستعد لمواجهة هذه القوات وحماية حماة، لأن حماة مهمة للغاية، وإن سقطت بيد المعارضة السورية فهذا خطر كبير. لاحظ هنا هذه هي حماة تقريبا التي أصبحت محاصرة من قبل هذه الأطراف المعارضة، وهذا يعني ما بعد حماة ستأتي حمص، وحمص هي آخر رقعة وآخر نقطة وآخر مدينة تحمي العاصمة السورية دمشق. وتلاحظ هنا أن طريق M5 يؤدي مباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، والمشكلة أن القوات السورية الآن بتوجهها وتحشيداتها في هذه المنطقة هي نوعا ما تترك العاصمة السورية دمشق، لا تتركها بالكامل طبعا، ولكنها بدأت تتجه وتركز على مواجهة هذه المعارضة التي نتحدث عنها. وبالتالي في حالة اندلاع أي شيء، إن كان في داخل دمشق أو إن كانت في السويداء أو إن كانت في درعا، فهذا يعني أن النظام السوري في ظل هذه المعادلة سيكون تحت النار وتحت الخطر، وكل شيء لدى الجانب الروسي من خلال وجودهم هنا على البحر المتوسط. النظام السوري بشكل عام أصبح مهددا، وإن سيطروا على دمشق يعني كل هذه المنطقة باللون الأحمر ستتحول إلى منطقة باللون الأخضر، وهذا هو الذي دفع روسيا الآن أن ترسل العديد والعديد من أسلحتها وشحنات أسلحتها لإيقاف هذا الخط الذي نتحدث عنه، محاولة طبعا ضرب هذه الخطوط الممتدة قدر الإمكان وأضعاف هذه الأطراف المعارضة ومنعها من التقدم بهذا الاتجاه. لا بل أن روسيا بالفعل اليوم مع طيران الجيش العربي السوري بدأت تضرب إدلب، بدأت تضرب حلب بشكل مكثف، وتضرب كل نقاط الإمدادات القادمة لمحاولة إيقاف الأمور عند حماة وما بعد حماة، للاستعداد للقيام بهجوم مباشر وردع هذه الأطراف ودفعها إلى الخلف. وكانت هنالك لقطات مصورة من طبيعة الضربات الروسية أو القادمة من قبل الجيش السوري أو الطيران السوري بشكل عام. تلاحظ هنا ضربات باتجاه حلب، جامعة حلب، مشفى حلب، كل هذه طبعا كانت قد ضربت، كذلك إدلب، كانت هنالك ضربات عنيفة مباشرة على هذه المدن المهمة للغاية، أي ضرب المعاقل الخاصة بالمعارضة السورية والإمدادات الخاصة بهم. لاحظ هذه لقطات قادمة من قبل الروس بشكل عام، من قبل الإعلام الروسي الذي أوضح بأن ضربات قادمة من الطيران السوري بهذه الطريقة، وكذلك ظهرت التحشيدات أيضا السورية وهي مكثفة من الفرق المدرعة وهي تتجه لمواجهة هذه المعارضة
بشكل عام، لا بل إن أيضا القيادات المهمة للجانب السوري. نتحدث هنا عن القائد أو رئيس هيئة الأركان للجيش والقوات المسلحة السورية، أيضا كان قد ظهر بحسب عدد من الأنباء بأن هذه الصورة ملتقطة من حما، بالتالي معركة حما مهمة، وكذلك أيضا معركة حمص ما بعدها. إن تمكنت المعارضة السورية فعلا من فعل شيء والوصول إلى تلك المنطقة.